قلنا سابقاً إن النكرة إن جاءت في جملتين مختلفتين فليستا نفس الشيء. فحينما أقول اشتريت كتاباً وقرأت كتاباً فليس نفس الكتاب، بل كتابين مختلفين. فما بالكم بآية قرآنية جاءت فيها النكرة 5 مرات متتالية؟ انظروا إلى قوله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. جاءت كلمة ضعف 3 مرات نكرة، وجاءت كلمة قوة 2 مرات نكرة. فهل هم نفس الضعف؟ وهل هما نفس القوة؟ لا، بل ضعف مختلف وقوة مختلفة. الله الذي خلقكم من ضعف نطفة ضعيفة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. ضعف مرحلة الطفولة، يكون الإنسان فيها طفلاً ضعيفاً يحتاج إلى والديه يساندانه ويدبران أموره. أما القوة فهي مرحلة الصبا، يبدأ الإنسان تدب فيه القوة ويستغني عن والديه ويدبر أموره بنفسه. ثم جعل من بعد قوة ضعفا. القوة هنا هي مرحلة الشباب، حينما يبلغ الإنسان أشده يجعل الله بعدها ضعفا، مرحلة الشيخوخة والشيبة. إذن مراحل الإنسان: نطفة ضعيفة، طفل ضعيف يحتاج إلى والديه، صبي بدأت القوة تدب فيه ويستغني عن والديه ويدبر أموره بنفسه، شاب فتي، ثم شيخوخة وضعفه.